السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وكل عام انتم بخير. طبعا زي ما انتم شايفين ده السمان اللي انا كنت عاملة عليه اخر فيديو، اللي هو الصغير بتاعي ده، عمره دلوقتي 25 يوم يا جماعة. ده طبعا الذكورة عندي بلغت وبدأت في سن تزاوج، وطبعا عاملين بيجروا ورا الاناث عايزين يتزوجوا، ولكن طبعا الناس لسه صغيرة ورافضة الموضوع ده، فبيبدأوا يجروا ورا بعض كده. هو الموضوع ده بياخد له من اسبوع لعشر ايام لحد ما تبدأ الاناث ان هي عايزة تتزوج، برضو يبدأ يبقى فيه هدوء في قلب المكان يعني. طبعا والمرحلة دي يا جماعة مرحلة قلش ريش للسمان. طبعا انتوا بتعرفوا ازاي ان هو بيقلش ريش لما تشوفوا تحتهم في مكان الفضلات او تحت رجلهم ريش كتير. زي ما انتوا شايفين هم منتشين، ده بسبب ان هم بيقلشوا ريش، بيوقعوا ريش اللي هو يا جماعة اللي هو الزغب بتاعهم وهم صغيرين، بيطلعوا بقى ايه السلاح بتاع جناحاتهم كامل، وبيطلعوا الريش ريشة كاملة وكاملة النمو. طبعا في المرحلة دي يا جماعة لازم ننزل لهم بتعويضات من العلاجات علشان يقدر بإذن الله جسمهم يقاوم وما يبقاش هزيل. طبعا العلاجات دي بتبقى متوفرة في الصيدلية البيطرية او الناس اللي متخصصة في بيع الاعلاف، هتلاقي عندهم كل العلاجات اللي هقولهالكم ان شاء الله دلوقتي. زي ما انتم شايفين شكل السمان عندي ازاي، ريشه منتش بسبب قلش الريش اللي بيقع منه. انا منضف لهم دلوقتي السلكات، كنت وريتها لكم كلها عبارة عن ريش، كله بيقلش الريش بتاعه، سواء اللي كله يعني الابيض كان اكتر ناس قلش النهاردة شفتها الريش تحتها كتير، والناس اللي فوق دي، ولكن اللي تحت ده كان وسط. طبعا تعالوا كده نشوف مع بعض العلاجات اللي انا هنزل لهم بيها ان شاء الله من البداية من النهاردة. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، طبعا ده علبة دواء اسمها هاي فوس، زي ما انتوا شايفين كده ده عبارة عن كالسيوم ومجموعة من الفيتامينات. ده مهم جدا يا جماعة للمرحلة دي، علشان هم كمان الناس بتبدأ دلوقتي تربي عنقود للبيض وكمان بتقلش، فهيبقى جسمها ضعيف جدا، فلازم ان شاء الله احنا نعوضها بالعلاجات، لانها فترة حرجة جدا في عمر السمان، سواء الاسبوع الاولاني من عمر السمان او من بداية 25 يوم هيبدأ طبعا مرحلة النضوج الجنسي عند الذكور والاناث، فنبدأ ان شاء الله نديلهم العلاجات دي. وطبعا ما ننساش يا جماعة رفع المناعة مهم جدا برضو في المرحلة دي. طبعا احنا بننزل بالعلاجات دي كلها 1 سنتي على اللتر المية. وطبعا الاملاح المعدنية مهمة قوي يا جماعة، مهمة جدا جدا رفع المناعة، وده منشط نمو فيتامين الف دال سيريه، ده مهم جدا برضو مع الاملاح المعدنية البودر يا جماعة. دي بتتجاف برضو من عند الصيدلية البيطرية او العلاف، والخميرة الجافة برضو ما ننسهاش، هوريها لكم حالا. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة دي املاح معدنية بودر لونها احمر، دي بتختلف برضو من مكان لمكان، ممكن عندي لونها احمر، ممكن في اي مكان يكون شكلها شكل تاني، بس هي نفس الفعالية باذن الله، علشان الناس هتقول مثلا ما هيش نفس الشكل، هي يا جماعة شركات بتختلف من مكان لمكان. وطبعا دي الخميرة البودر يا جماعة، دي برضو بنحط مثلا معلقة كبيرة على 2 كيلو من العلف، معلقة أكل كبيرة على 2 كيلو العلف، لأن لو معلقة هتبقى كتيرة قوي عليهم ممكن تعمل لهم إسهال، فاحنا هنحط معلقة كبيرة على 2 كيلو علف وعن تجربة. وطبعا الأملاح المعدنية البودر معلقة كبيرة على 1 كيلو العلف. وما ننساش برضو العلاجات يا جماعة مهمة جدا جدا في المرحلة بتاعت قلش ومرحلة التزاوج والبلوغ الجنسي للسمان. وطبعا ده السمان بتاع يا جماعة الصغير اللي كان في الكرتونة الحضانة، ونقلته أول ما نقلته مباشرة حتى قبل ما صور الفيديو أكمل تصوير، كانت في سمانة وقعت خرجت من هنا، لقيتها واقعة على الارض ميتة. ماتت ازاي او ايه اللي حصل؟ والله يا جماعة ما اعرف، سبحان الله العظيم، انا لقيتها ميتة سمانة بيضة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، وزنهم جميل واحجامهم حلوة ما شاء الله، دول دلوقتي عمرهم 15 يوم اللهم بارك يا رب. وزي ما انتوا سامعين كده يا جماعة ده صوت الذكور بتاعتي، عمرها دلوقتي 25 يوم، بدأت تذكر زي ما انتوا شايفين كده، هي بقالها كذا يوم بتذكر،
وبيجروا ورا الإناث، طبعا هيفضلوا يجروا كده لمدة يعني لا يقل عن أسبوع، وبعد كده هيبدأ الأمر يهدى بإذن الله ومش هيبقى في أي مشاكل وما عادش حد هيجري ورا حد إن شاء الله. طبعا ما ننساش برضو إن بتطلع نسبة ذكور كتير جدا يا جماعة على الإناث في المكان، فطبعا اللي عايز يربي لغرض اللحم بيسيب يعني بيسيبهم على بعضهم زي ما هم لحد ما يوصلوا للوزن المطلوب اللي انتوا عايزينه، ولكن لو عايزينه لغرض بيض التفقيس زينا كده بنسيب لكل ذكر 5 إناث وبنبدأ نذبح الذكور كلها زيادة، لأن بتبقى طالع نسبة ذكور كتير جدا على في المجموعة يعني. فاحنا لما بيعدي سن 30 يوم بنبدأ نذبح الذكور بتاعتنا، بتبقى أوزانها وصلت لوزن جميل جدا وبنبدأ نذبحه ونسيب العدد المناسب على الإناث بتاعتنا. بالنسبة للأخ اللي من المغرب بيقول إن هو شاري سمان عمره 15 يوم، شكله مختلف عن ده اللي هو كريمي يا جماعة، ولكن مش دي المشكلة. المشكلة إن هو بيقول إن ما عندوش متوفر غير عرف 14 و16. طبعا يا جماعة ما ينفعش أبدا في السن ده، وأنا ما انصحش بيه أصلا إن هم ينزلوا أبدا بالعلف 16 وال14 لأي عمر من أعمار السمان، لأن بيحرف السمان يا جماعة وبيخليها زيل وبيأخر نموه جدا وبيأخر البيض بتاعه، وتلاقي السمانة هزيلة ومش توصل أبدا معانا للوزن اللي احنا عايزينه. طبعا طيب هو مش متوفر غير 16 مثلا، هتروح عند العطار، طبعا والعطارين متوفرين في كل بلاد العالم، هتجيب من عنده فول الصويا هتطحنه، هتحط كيلو من الفول الصويا على شكارة العلف وتقلبه على بعضه، وتحاول كده لو انت عندك مثلا قشر بيض تطحنه برضو وتحطه لهم، تنشفه وتحطه لهم عشان برضو بيبقى مرحلة عايزين كالسيوم، وطبعا الحاجات دي كلها مهمة يا جماعة في مرحلة النمو. لو حتى مش متوفر عندكم العلاجات اللي هي الصيدلانية، بنصح برضو الناس لو عندكم قشر بيض بنبدأ ان احنا نحمصه خالص ونجففه ونطحنه خالص بودرة ونلخبطه على العلف. طبعا السمان بيبقى في المرحلة الاولى بنحط له علف مطحون، فاحنا بنلخبطه على العلف، انا كنت بعمله وكان السمان بيحبه جدا، او تلخبطه على العلف اللي هو 16 لما يكبروا برضو شوية، بحيث برضو ان احنا نعوض نسبة البروتين اللي بتبقى ناقصة في العلف 16%. وخلاص كده يا جماعة، يا رب اكون يعني الحلقة عجبتكم النهاردة ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.